زوينين بيتش عليهم ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله. تقول لي هاي لي زامي، مرحبا بكم على فيديو جديد. جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي، هاد لا فيديو غتشوفوها اما نهار العيد اما مورا العيد. بغيت نقول لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بصحيحه وسلامه وطولة العمر، ويخلي لكم الناس اللي كتبغيو ويخليكم. مشات الهضره، ما كنعرفش نعبر، ديما كنبغي نقول جمله مفيده ما كتصدقش ليا. المهم فهاد لا فيديو لي زامي غادي نوجد معكم راسي العيد. اليوم غادي نمشي نشري جلابه ديال العيد، باقا العيد شي 8 ايام، باقا 8 ايام وضروري خاصنا نشريو جلابات. وقال انايا غناخذ جلابه معطله، حيت نورمالمون البنات كياخذوا جلالب فاش كتبقى العيد 15 يوم، فاش كتبقى العيد 20 يوم، حيت راكم عارفين دابا في الاخر ما نقدرش نخيط حيت الخياطه كيكونوا عامرين وما كيبغوش يشدوا من عندك. داكشي علاش قلت غادي نمشي اليوم انا وماما ونشري جلابه. انا ماما شتي كيخرج ليا. داكشي علاش قلت لي ما غادي نمشي انا وماما باش نشري جلابه ديال العيد. غنشوف الصراحه ما عجباني حتى حاجه في راسكم، ما عرفتش ما عجباني حتى شي حاجه، ولكن انا غادي نمشي نشوف شي حاجه سامبل حيت نتوما عارفيني مع السامبل كنموت عليه. على الله وعاد تعجبني شي حاجه، نشوف الا كانت شي حاجه زوينه راه غادي نصور لكم، و الا عجبتني شي حاجه راه غادي ناخذها. ودابا لي زامي غادي نمشيو نهزو ماما، حيت ماما هي اللي عارفه جلاب فين كيتباعوا، باش غادي تديني ماما نشري جلاب. وخليكم معايا فاش غنوصل غادي نبارطاجي معكم كلشي. لي زامي حنا جينا لدرب السلطه، نعرفتو الطريق غطرطق، واش نقول لكم شي ساعتين وانا صايقه ويز وضراتني وما لقيتش بلاصه في الستاسيون. نيش غنقول لكم عرفتو اليوم ماشي صايقه، قلت لي ما تحاربت ماما هبطات. دابا انا قالت لي خبي تليفوناتك وتبعيني. جينا نشريو جلاله تلقى راسنا عند مال الدهب. ماما كتقول لي خبي فلوسك في الدهب بحال غادي نشري شي مضمه. صراحه هادشي واعر كيحمق ما شاء الله. واو شوفوا شحال زوينين. جينا ناخذو جلابات، حتى حاجه معجباتني من الصباح وانا ندور. ما عرفتش هاد لي دو بيس خارجين بزاف وهما اللي كاينين، وانا ما كنتش بغيت ناخذ هاد دو بيس فاش بقيت كنشوف اصلا هما اللي كاينين. بقيت غير ناخذ شي وحده دو بيس، ولكن ماشي هادو باقينا نقلبو. لي زامي حنا يلاه جينا للدار غنوريكم شنو خديت قبل ما يشدني العجز وما نبارطاجيش معاكم. اول حاجه خديت جلابه، خديت جلابه في النوار، غادي نوريها ليكم مي ما غاديش نلبسها حتى لنهار العيد ونلبسها نكون قاده الحاله مصايبه شعري دايره شويه المكياج. دابا وجهي كيبان صفر، ما بغيتش نلبسها. دابا قيسها في المحل اللي خديتها منه، جاتني زوينه هانتوما نوريكم. لي زامي كتجي بحال هكا، كيجي فيها التحتاني بحال هكا زويونه. هذه بعدا ما كتبانش السواقيه، كتبان كوميم صافي فهمتوا. من التحت كتجي مطروزه وكتجي هكا كتسد هنايا. خديت الكول شويه طالع حيت انا ما بغيتوش يجي هابط بزاف، وصافي التوب ديالها زوين. ام الكميمات كتجي بحال هكا من التحت شبكه ومطروزه من الكميمات. المهم هذه ما غاديش تبان لكم حتى نقيسها، جاتني فنه 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 فنه. نهار العيد ان شاء الله نكون دايره مكياج ومصايبه شعري وغتجيني واعره. نوريكم عاوتاني شنو خديت. خديت هاد البليغات عرفتوهم فنين، عرفتو كندير نحدا واحد من البليغات ونحمق عليهم. واعرين 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 واعرين. هادي خديتها ب 70 درهم، وجلابيتي خديتها ب 600 درهم. شوف كيوت، عرفتو هادو كيجيو مع الجينات مع التيشيرت كيجيو فنين. شنو خديت عاوتاني؟ خديت هاد القريرصات، شوفو عرفتو هاد القريرصات ديال شيئين، هادو شوفو شحال فنين. خديت هاد اللون وخديت هاد اللون وخديت هاد اللون. هما راه ماشي بحال بحال، هادو بحال بحال ولكن هادي ماشي بحالهم. شفتو هادي وريضه وهادو وريضات في شكل.
خديت 5 دراهم للمقبط من درب السلطان صراحه فنين. ندير شي واحد في شعري نشوف كي غيجيني، نحيد لاستيك شوفوا شحال كيجيو فنين، شوفوا كيجيو كيوت صراحه زوينين. واخر حاجه خديت لي هي كود كور على زاني، انا ما كنتش كاع غاده معوله انني ناخذها، كنت غاده باغا ناخذ جلابه غادا لدرب السلطان باش ناخذ جلابه. دخلت ديك القصريه ديال الذهب صافي شدتني الدوخ، ديك القصريه كل ما خرجتنيش منها ماما ما نخرجش، عرفت شو كنلقى وقت واحد شي فيترينه كنديرها كنساها في ديك الفيترينه، كنبقى نقول دابا هاد الفيترينه كامله شحال تجيب. عرفتي داك الشيء واعر 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 كيحمق ما شاء الله. نشوف، لا هادي كورميطه ديال ماما، خديت لماما هاد الكورميط، شوفوا هادي ديال ماما، عرفتوا عندهم شي ذهب شي ذهب. انا اصلا كيحمقني الذهب، وفاش دخلت لديك القصريه ما سخيتش نخرج. وهادو ديالي، هادو واعرين عرفتوا، هادو كيحمقوا خاصني ندير لكم سسبنس ديك بحال ترا. ما وريتكمش شنو خديت، دابا غادي نوريكم شنو خديت. كيحمقوا فنين كيسطيو هاد الروسي، غنحيدوه صبروا قعدتهم باش تشوفوهم مزيان. واعرين 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 وحاد، شفتوهم جوج ثلاثة، شوفو اخوة وشحال زوينين، شوفو شحال فنين. خديت ثلاثة ديال لي بغاس لي، انا نوريهم ليكم نحيدهم باش نوريهم ليكم. خديت هذا، هما بحال بحال كيجيو ثلاثة، كنت غناخد غير واحد ولكن فاش درتهم بثلاثة في ايدي حمقوني. وهذا وهذا شوفو شحال كيوت، عرفت دابا انا علاش كنت كنقلب، انا كنت باغا ناخد دبليج انايا فاش دخلت لديك القصريه وبان لي داك الذهب، شنو قلت غناخد؟ قلت غناخد دبليج واحد، وانا ما كيعجبنيش داك الشيء اللي رومي، انا كيعجبني داك الشيء البلدي. دابا شفتوا هاد البغاسلي ديالي ايبان لكم سامبل، مازال هادي ورايد هادي غير غورميت، هاد البغاسلي ديالي سامبل، هاد البغاسلي انا عرفت ما كيعجبنيش داك الفانكليف وداك الشيء، ما كيعجبنيش في البغاسلي، البغاسلي كيعجبوني سامبل ولا داكشي بلدي. وانا كنت كنقلب على شي بغاسلي بلدي، وحيت انايا عندي واحد المشكل الدبانج ما كيدخلوش ليا من لهنايا، يدي صغيره من لهنايا ولكن من لهنا ما كيبغوش يدخلوا ليا، دونك كنخاصني دبليج بغاسلي، فهمتوا الشكل ديال دبليج ولكن هو بغاسلي يكون كيتسد بحال هكا. وصافي بقيت كنقلب كنقلب كنقلب، ويدي صغيورين واللي كنلقى عنده داكشي اللي عجبني ما كنلقاش القياس ديالي، حتى لاخر حانوت دخلت ليه وانا نلقى عنده هاد الثلاثه. عرفتوا فاش قيستهم حماقيت عليهم فنين، انا غنقيسهم باش تشوفوا واخا يدي فيها الشعر، ما عرفتش انا كيعجبني الشعر اللي في يديا، ما عرفتش كيجيني زوين. دابا بزاف الناس كيقولوا لي حيدي، ولكن انا يا كيعجبني انا نديرهم في يدي باش تشوفوا، ما عرفتش واعرين بعد انايا الستيل ديالي. ماما معيش معايا، خدي شي حاجه روميه، خدي هذاك الكلو، خدي هذاك شنو سميتو هذاك كارتيه، خدي هذاك. انا يا اختي واو شحال فنيت، بدات غير واحد جا كيحمق. شوف غنديرهم بثلاثه، نهبط هذه شويه لتحت، كيجيو فنين ما شاء الله كيجيو فنين. وانا ديك القصريه زعما كنت لاباس عليا ناري، وغنخرج حتى نخرج معايا شي مضمه ديال الذهب، داكشي كيحمق 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 كيحمق. شوفوا شوفوا شحال كيجيو فنين، كيجيو كيوت. انا هادشي اللي بلدي كيعجبني، انا اما كتعجبني شي حاجه اللي بلديه يا اما شي حاجه اللي خفيفه، عندي واحد الذوق في شكل. واو شوفوا شحال كيجيو فنين، شوفوا شحال كيجيو كيحمقوا، شوف كيجيو واعرين كيجيو غزالين كيجيو رائعين. كندير لكم السلام لزامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش نتوما لاباس؟ واش نتوما بخير؟ وصافي لزامي هادشي اللي خديت صافي. وانا اكثر حاجه فرحاني هما هاد اللي بغات لي، باقي ليا مكياج، باقي ليا ما عرفتش واش ناخذ صاك ولا ما ناخذوش. المهم الا اللي عاود شريت شي حاجه اخرى غادي نبارطاجيها معاكم. نيكست داي اليوم لزامي معايا ريحان، شوف ريحان لابسه جلالب ولابسه صفر، لابسه لابيستاج والبلو، بيستاش والبلو، هي تجلبه زوينه. انا لابسه قميجه تايف مزرق، انا كنت بحال خدامه في شركه. اليوم انا زعما جينا نديرو الجيل، بقات شي 4 ايام للعيد وجينا نديرو الجيل باش ما بقاوش تيعمروا الصالونات، اصلا باغي يكونوا عامرين. نديرو الجيل الفرات، ما عرفتش غندير الجيل ما نديرهم الصراحه بقى ما عرفتش، ولكن ايديا غادي نديرهم، غندير شي حاجه سامبل. نتوما عارفيني كنت بغيت ندير الشفار ولكن بلاش،
انا اصلا هاد رمضان كامل وانا عاتي شفاريت وانا عاتي التقار شفاري باش طوالو ليا دونك بلا ما ندير المشفر رايحه شنو ديري حتى انا غندير لو جيل يا غندير لو جيل يا ندير الفوزونغ باقي ما عرفتش حيتاش كيعذبني لو جيل وصافي لي زامي دابا غندخل معانا للتوين ونقلبوا عيشه صالون زوين باش نديروا فيه يكون خاوي زوين يكون خاوي يكون الثمن مناسب باش نبارطاجيه معاكم. شوفوا لي زامي انا شنو لابسه شوفوا لابسه قميجه وصاك في الغوج وتسين ولابسه ليكو كان عين ورقات ماشي هي لا ركزي على الايدو كان ركزي على الايدو كان هي اللي على كل شيء عرفتي هذه شحال زوينه ملي مشيو شحال مريحه وشحال كتجي كتحمق كتجي كيوت. كنا غادي نمشيو للتوين ولكن لقينا لها صالون عامرين وعيطت لنورا وجينا عندها للصالون ديالها. انا غادي نخلي لكم انستغرام ديال نورا هنايا ديجا راه خليت لكم نيميرو التليفون الا بغيتو تكونتاكتيوها على قبل لوكاليزاسيون صيفطوا لها ميساج في واتساب وغنجاوبكم. صيفط لكم لوكاليزاسيون الا ما عرفتوش سينو هو راه قريب الماكدو ما بعيدش بزاف دايره لكم بروموسيون واعره دايره الجل غير 80 درهم تخيلوا غير 80 درهم جيل وانا ماشي اول مره نصايب عند نورا شحال ديوني كنصايب عندها غير هاد الصالون يلا حلاته كنصايب الجيل خطير و 80 درهم لغرا على مسكين وجيل ديزاين سي كومبيان جيل ديزاين 180 شوفوا دار لكم الثمن واعر هاد الثمن ما غتلقاوش بلاصه اخرى ولي سيل بيرمانون دايرهم لكم ب 200 درهم ما عرفتش عجبتني واحد الفكره على اللي نديرهم واخا ما كنت باغا نديرهم ما عرفتش دابا فاش شفتهم تشهيتهم بيديكور 80 درهم جيل رجليكم 80 درهم سيل نورمال 40 درهم 40 درهم دايره لكم بروموسيون واعره البنات تجيو عندها راه شوفوا انا اخترت واحد ديزاين ونوريه لكم دابا لا ها انتما شوف اختاريت هذا شفتوه غيديروا لي بحالو بحالو انا فاش كنجي عندهم كنعرف راسي انا داكشي اللي في دماغي هو اللي غيتحط ليا وريحان غادي يدير فخانش راه ريحان كتصايب هي الاولى غادي غير تكمل نوريكم ريحان كيفاش غيكون داكشي شحال واعر. هذه هي الزنقه انا غنخرج للشارع نوريكم الزنقه منين ندخلوا ليها هذه هي الزنقه اكزاكتومون كاين هاد هي بسميتو غلامو وهذه هي القصاريه شفتوا نوريكم الصالون راه كاين هو الاول ها هو هذا هو لو صالون اللي جينا صايبو فيه شفتوه هاي النيميرو التليفون الا بغيتو لوكاليزاسيون بغيتو تهضروا معاهم تسولوهم على شي حاجه سينو هذا هو لو صالون. لي زامي حنا كملنا شوفوا شوفوا انا درتهم صغيورين شفتوا كيف ورجتكم في التصويره كيف خرجوا شوفوا ما شاء الله الخدمه ديالها واعره شوفوا ريحان انا درتهم شويه طوال لي زامي شوفوا الفينيسيا عرفتي راه مايمكنش كل مره كنديرهم عندهم كيخرجوا كيحمقوا انا كنت باغاهم بحال هكا صغيورين بحال هكا عرفتي هادو كيبينوا الايد نقيه شوف يدك تبان نقيه انا راه يدي الزين كيبانوا بانوا بيضين شفتوا كيبانوا فنين البنات اللي كيعجبهم داكشي صغيور انا ما درتش جال درت غير فوزونغل في الاخر ريحان دارت جال شفتوا لو جيل 80 درهم تخيلوا شوف بهذا لا هذا ديزاين هذا 180 درهم عرفت ولكن سامبل بهذا الفورما هكا 80 درهم وانا هادو 80 درهم هادو فوزون قلت بالبيرمانون شفتي شحال كيجيو فنين كيجيو كيحمر كيبلاو خاصك تقلبي الكاميرا باش يبان راه كيبانوا لهم زوينين كيف ما قلت لكم على زامي ها هي نورا شوفوا الا جيتو الصالون نورا غير صايب لكم خدمتها واعره 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 بزاف عرفتوا اي ديزاين تاعك البنات اللي كيعجبو هادوك لي ديزاين اللي عامرين عرفتوا وكتصايب بالزرب انا راه ميم با نص ساعه ولا قل كاع ياك ديش معاهم مع 5:30 دغيا 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 خفيفه وخدمتها زوينه غادي نخلي لكم نيميرو التليفون باش تخليو لها ميساج وتصيفط لكم لوكاليزاسيون سينو راه وريتكم داك الشارع الا عرفتوه راه كاينه في القصريه كتدخلوا عندها هي الاولى. نيكست داي اليوم لا زعما غادي نخرج انا وفاتي هاد النظاظر كي جاوكم ما عرفتش عجبوني وما عجبونيش والعينيه زوينين هادي هي قلت لكم اليوم غادي نخرج انا وفاتي غادي نمشي مع فاتي بغات تشري بيرسينغ نمشيو عند هيبيه ومن بعد انا بغيت نمشي للمول بغيت نتقدى شي لعيبات بغيت نتقدى هذوك لا كلوس تقداو ليا حيت انا ما كنديرش المكياج بزاف ولكن لا كلوس كيعجبوني غادي نمشي نشريهم وغادي نكملوا التجهيزات ديال رمضان. ها هي فاتي عرفتي شنو طلعي كنت غلبت بحال هاد القميضه اقسم بالله كنا كيبانوا بحال التوام فاتي حتى هي دارت الجيل بحالي اي درجه انا درت غير فوزونغ شوف حتى هي دارته مع نوره انت غير فوزونغ هاد غير فوزونغ انا درت الجيل دارت ليا بيبي بومار شوف البنات عرفت شو درت جاك فين صدمه تاعك صحيتي
ودابا غادي نمشيو انا وفاطين نديرو التجهيزات ديال هي غادير التجهيزات ديال السفر هي غادي بحال هكا غادي التجهيزات هي كخدمه وانا غادي التجهيزات ديال العيد ديال البارح دابا دخلت وانت حاولي تقدمي دوري دوري نشوف دوري وجهك زوين على الزوين احسن وجهك زوين تني فن شوفوا فاتي بدات بيرسينغ ديال الدب غير 200 درهم ولكن ما غنوريكمش في الجمعه شي قصلي بدات قصلي صافي بديوش عندي ما عندك احنا بوحدنا ضويه بالبيل باش نبان لكم قبيله لا زامي ما بقاش الوقت باش نمشي انا وفاتي للمول داكشي علاش قلت لها صافي بلا ما نعطلك معايا وهي كان مازال خاصها تقضي بزاف الاغراض حيت هي غدا ان شاء الله غتمشي لاسبان وكان خاصها تمشي لدارهم باش تمشي للحمام راكم عارفين وقلت المره الفطور ومشي للمول دابا جيت عند ريحان باش تمشي معايا عرفتوا تعصبت واحد العصاب والله واحد مول الطاكسي ما ضربتوش دابا انا درت لا فوت ولكن ما ضربتوش كنت غنضربو ولكن فرانيت وهبط ليا قال لي ضربتيني عارف شو دار لي واحد العصب يدي كلهم كترعدوا دابا شوفوا يدي عرفتوا بقيت شاده في راسي وكنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دار لي واحد العصب ما تقدروش تخيلوا ودابا غاتوني كنقرا القران كنقول يا ربي تعطيني يا ربي تهدئني ها هي ريحان هبطات عرفتي اش دار لي والله دابا لازمي غادي نمشيو للمول داكشي اللي غادي نشري غادي نبارطاجي معاك هاي ريحان عارف شو المول غيطرطق عامر اش واحد زوينه في المول البارح ما لقيت والو في المول ما لقيتش طون ديال مايبلين كنت بغيت نشري لي غلوس ديال مايبلين حيت كيعجبوني البارح ما لقيتش طون ديال مايبلين واليوم مشيت للمعارف ما صورتش لكم حيت الصراحه نسيتكم خديت لي برودوي بها هما خديتهم غير من واحد البارفيومري عندهم دوك لي طون ديال لي مارك خديت من عندهم نوريكم شنو خديت ضروري نبارطاجي معكم خديت هذا البلاش هذا ما عرفتش الصراحه لا مارك ديالو نوريه لكم ولكن زوين شوفوا راه جربت شوف ايدي قبيله دابا راه حيت غسلت يدي اللون مشى مي راه زوين كيبقى وفاش جربت وحمقني اللون ديالو ما عرفتش هاد لا مارك شنو سميتو كيس بيوتي ما تكون شي مارك مدرحه ولكن عرفتش والله حتى زوين فن 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 شوف اللون ديالو زوين وكيبقى خديت هذا خديت كلوس هذا كيحمقني وكنديرو بزاف هاد لا ريفيرونس 35 خديت هذا بلاش ديال اسانس اوبس حتى هو ليكيد كنسمع على لي بلاش ديال اسانس زوينين باش خديتو فراسكم انا ماشي من داك النوع اللي كيقدر مكياج وما كنعرفش في المكياج ما كنفهمش فيه وماشي من داك النوع كاع اللي كيقدر مكياج وقبيله مشات معايا ريحان دابا راه وصلت ريحه لدارهم وقلت نصور لكم قبل ما نطلع للدار ونعجز وريحه اللي بقات كتقول لي هاد راه بلاش ديال اسانس راه زوين انا صافي وخديتو ما انا لعبتو عليا خديت هاد الكلوس ديال اسونس هذا هو كان عندي كيعجبني الصراحه فاش كنبغي ندير مكياج خفيف خفيف كندير هاد الكلوس اللون ديالو زوين خديت هاد الكلوس حتى هو ديال مايبلين هذا فن حتى هو ديجا كان عندي كانت عندي لا ريفيرونس 5 وقبيله فاش جربت هاد 4 عجبني شفتوه خديت هاد الماسكارا ديال مايبلين هادي فنه انا احسن ماسكارا جربت هي هادي عندي بزاف ديال لي ماسكارا وعندي بزاف ديال لي مارك ماشي عندي كنشرب كنشريهم اختي الصراحه ولكن كنجربهم وما زوينينش هادي فنه عرفتوا هادي كتفرق لكم الرموش ديالكم خديت حتى هي وخديت هاد لونتي ستير هذا خديته بحال فوندوتا حيت انا مابقيتش بغيت ندير فوندوتا حيت دابا وجهي الحمد لله تعالج لي متبع واحد لاكام هي اللي عالجت لي وجهي مابقيتش بغيت ندير فوندوتا خديت هذا غير الا طلعت لي شي حبوبه ولا هكا نرقها به وصافي كنحتاجو وصافي لي زامي هادشي اللي خديت هادو هما لي برودوي اللي خديت حيت انا ما كنديرش مكياج بزاف ما تعمقش شويه فيه ما كنديرش داك شو سميتو البرونزر
برونزر. لا هذاك اللي كيديروه هنا وهنا 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 ما عرفش شنو سميتو، هو كيكون معاه ما داكشي ما كنتعمقش فيه الصراحه، ما كنديرش الهايلايت وما كنديرش لي باليت، داكشي علاش كنبغي ناخذ غير هادشي اللي خفيف. ولي غلوس كيعجبوني انا، كيعجبني ندير لي غلوس وصافي. لزامي هادو هما اخر تجهيزات ديالي الصراحه، هادشي اللي كنت محتاجه. سينو ربع غدا العيد، مبروك عيدكم، نعاود نقولها لكم. وانا عارفه غادي يجوني بزاف ديال التساؤلات بما انني شريت لي بغاسلي وشريت جلابه وشريت المكياج. انا عارفكم غتسولوا منين كيجيوك فلوس ومنين كتشري هادشي كامل. شوفوا لزامي انا كيف ما كنقول لكم خدامه، ديجا خدامه في يوتيوب، في انستغرام كندير لي بوبليسيتي، يوتيوب كنتخلص منه، ولكن ابغ هادشي حيت ما تخيلوش ان السالير ديال اليوتيوب واحد السالير اللي كبير، حيت كنت معول عليه غير هو بوحدو صراحه، ما نقدرش نشري هادشي كامل. خدامه غير في هادشي بوحدو، كنخدم حتى من الدار، كنخدم غير اونلاين وغير من التليفون ديالي. خدمه واحد الخدمه اللي ما كتشدش ليا الوقت بزاف، ما كنديرش شي مجهود اللي كبير، ما كتشدش ليا كاع الوقت بزاف. داكشي علاش كتشوفوني ديما خارجه، داكشي علاش بغيت نبارطاجيها معاكم، وبغيتكم حتى نتوما تستافدوا. الناس اللي كيقراو، كنتي كتقراي بغيتي تعاوني راسك، كنتي ربات بيت جالسه غير في الدار بغيتي تعاوني راجلك، كنتي خدامه وبغيتي تضاعفي المدخول ديالك، هاد الخدمه ما غتشدش لكم كاع بزاف من وقتكم. والسالير ديالها قدروا تدخلوا حتى 20000 درهم في الشهر، 30000 درهم في الشهر، اقل مدخول تقدروا تدخلوا الا ما خدمتوش كاع وكانت الخدمه ديالكم عيانه هي 1000 درهم 1500 درهم اقل مدخول. وانا متاكد انكم الا بغيتوا تخدموا على راسكم غتخدموا على راسكم مزيان باش تدخلوا السالير مزيان. الخدمه اللي كندوي لكم عليها هي ديال اوريفلام. اوريفلام شكون اللي ما كيعرفهاش، كبرنا معاه انا بعدا من النهار حليت عيني وانا كنسمع اوريفلام، كنشوف لي كاتالوج ديال اوريفلام، كنشوف لي برودوي ديال اوريفلام، ولكن اوريفلام ديال اليوم ماشي هي اوريفلام ديال شحال هادي، ما غاتاخذش الكاتالوج تبقاي دوري به. دابا ولا كلشي اونلاين، كتبيعي لي برودوي غير اونلاين. غادي نخلي لكم النمره ديالهم هنايا، وغادي نخلي لكم اللينك في ديسكريبسيون، كليكيو عليه غيدخلكم نيشان الواتساب ديالهم، ديو معاهم هما راه غيشرحوا لكم كلشي، غيدوزوا لكم فورماسيون، اي سؤال كان عندكم في راسكم سولوه ليهم وغادي يشرحوا لكم كلشي، وما غادي تخلصوا حتى شي ريال، غيدوزوا لكم فورماسيون غير فابور. ما تفلتوش هذه الفرصه لي زامي، الا كنتو نتوما باغيين تخدموا على ريوسكم نصيحه من القلب، كيف ما انا غنبغي نكون كندخل، غنبغي اي واحد يكون كيدخل. حتى صحاباتي دابا واش كنشوف شي صاحبتي زعما محاكه ولا مزيره، كنقولها شوفي هاكي هي النمره ديال السيده، راه هذه خدمه ما خاصكيش تفلتيها، من غير الا كنتي نتيا مولفه العكس بزاف راه غتفلتيها. صباح الخير ومبروك العيد. انا يلاه فقت مقلوبه، عرفتوا نهار العيد ما كنعسوش بكري وكنفيقوا بكري. شوفوا دايره شعري اللي بوكل بزاف، عرفتوا هاد العيد ما مشيتش كاع للصالون، ما صايبتش شعري، ما درت والو في الصالون، ديجا الصالونات عامرين وانا ما كيعجبنيش داك الزحام في الصالونات. وصافي شعري درت ليه لي بوكل غير راسي ودرت سكين كير. شوفوا اكثر حاجه مفرحاني هي انه ما ناضتش لي حبوبه ديال العيد. شوفوا يا اختي وقف معايا الزهر هاد رمضان. دابا لازم غادي نحك سنيناتي ونغسل وجهي باش نمشي نعاون ماما في الفطور ونفطرو، عاد غادي نلبس حوايجي باش نخرجو. شوفوا طاري الفرن ولكن باقي عندي دابا اللصق. شوفوا سناني ولا بيضين، مابقاوش حكو سنيناتكم الناس اللي ما كيحكوش سنانهم، باش تبقاو تركزو عليهم. خرج زوين ولا مخرج زوين؟ مخرج زوين ياك وماشي خايب، غير هاد الجهة مصدقاتش بزاف، حتى هاد الجهة مصدقاتش بزاف. شنو ندير؟ معندي ما ندير، خرج زوين ولا ماشي زوين، مكاينش حل آخر.
هنا يا اختي لبست عليكم حوايج العيد. شوفوا جلابيتي ما غتبانش لكم من هنا مزيان، مازال غادي نهبط وغادي نوريكم جلابيتي وتشوفوا الحطه كامله. شوفوا شعري خرج لي زوين يا اختي ما شاء الله، شفتوا خرج فن فين نزل فرنامين. هبطت غير نسخى، مشيت للبنكة باش نجيب لخوتي فلوس العيد. مع الصباح مصبحين عليا فلوس العيد، ولد اختي اخويا ولد خالي، وما راك دوم قداش فلوس العيد فلوس العيد فلوس العيد فلوس العيد. دابا غنطلع ندور معاهم وانا فرحانه والله. كنفرح فاش كيكون العيد كنفرح. ما يمكنش يجي العيد وما ناكلوش هاد الطون البنين اللي كيتباع نهار العيد. هذا هو ابن الطون تقدروا تاكلوه، ولكن يكون نهار العيد وكصيبو دوك الدراري الصغار وما كتعرفهمش كيديروا فيهم، معفونين وما غاسلينش يديهم. ولكن في واحد البنه ما يمكنش. واو عرفتوا هاد الطون من غير العيد تقلبوا عليه الدواء تصبعوا تصايبوا ما يصدقش لكم بحال هذا. هذا سبيسيال ديال نهار العيد، هاد الطون خصيصا نهار العيد. وبنين اش دايرين فيه؟ بصلة مطيشة وطون. رائع رائع. شوفوا هنا الدنيا شحال عامره ما يمكنش. سوي لي كازا كامل جات المارينا اليوم كاع عبد الله. ليش ضر لكم شي واحد غتلقاو هنا يا فعدا؟ اذا ما ضر لكم شي واحد من العائله تلقاو هنا. ويلي 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 الدود ديال الناس نمل. يلا خرجنا، تخيلوا دابا 6 البنات كاملين مشاو عند عائلاتهم، انا ما لقيت معهم نخرج. هما يجوا عندي بنات خالاتي غادي نخرج معاهم دابا. هما راه هبطوا، قلت لهم انا غادي نصور وغادي نلحق عليكم وغادي نديكم معايا جينا ناكلوا. عرفتوا انا من الفطور واكله حليوه وحده ما بقيت كليت والو، وكاين واحد الصاد مكياج ديالي داب. لي زامي شوفوا كنت خارجه جيت للدار، تخيلوا شكون اللي غادي نلقاها. وما كنتش كاع متوقعاهم انهم غيجيو. انا نقول واحد جوج ثلاثه وبانوا صافي. واحد جوج ثلاثه جات شيرين وساره ونسيب، بغي يبقوا 10 ايام بغي يبقوا معايا وغنبقاو نصوروا ليكم. توحشتيكم لي زامي والله بزاف. شحال هاجي ما تصورنا معاكم مع سلمى. الصيف ما درناش بزاف تاعي هضر واحد الجنيات. ايوا لي زامي كنهضروا نهار ديال العيد دوزتوه معايا، ما درتش بزاف ديال لي زاكتيفيتي الصراحه حيت كانت الدنيا عامره 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 عامره. راكم عارفين نهار ديال العيد كتكون الدنيا عامره. وانا غادي نسالي لكم الفلوغ الفلوغ ديالي سينون بغيت نبقى نصور لكم مع بنات خالتي. قولوا لي في الكومونتير. باي باي.